هذه بديرة اللي فكرت فيها كانت تحت لي في بالي، لأنه بعد ما صاحب الجلالة الله ينصره قرر باش يعطي واحد الأهمية للجالية المغربية القاتنة في الخارج. أنا قلت علاش أنا كمرشد سياحي ما ندير شي بديرة. البديرة دي اللي فكرت فيها لأنه عرفتها وعشتها سابقا في مدينة باريس، أنه كانوا أساتذة بغاو يوريو الباتريمون ديال البلاد ديال مدينه باريس للسكان. مدينه باريس ما كيشو ما تيزوروش هما الباتريمون ديالهم والمآثر التاريخيه ديالهم. انا دائما فخوره بمغربيتي، ولكن كنزاد مفتخر بها كل مره كنكتشف شي حوايج على الثقافه والحضاره المغربيه العريقه. انا كنستغل هذه الفرصه باش نشكر الاخ جمال السعدي اللي تقاسم معنا هذا الحب والشغف ديالو على الثقافه المغربيه وعلى التراث المغربي. وحقيقه الزياره ديالو كانت زياره ممتعه، واتخافير هذه الزياره تعلمنا بزاف ديال الحوايج على الثقافه المغربيه. اليوم تبارك الله وصلنا الحلقة السادسة بعد ما درنا أربع حلقات، وكانوا فيها المغاربة فرحانين باش يجوروا الآثار ديالهم ويعرفوا التاريخ ديال بلادهم، وهذا شرف ليا باش نوضح المعالم التاريخية لهاد المغاربة اللي فعلا أنا نقول لكم أنهم مشاو ماشي غير فرحانين، بزاف تيفتخروا بتاريخ بلادهم وتاريخ الحضارة ديال المغرب ديالهم والآثارات ديالهم.